ماتش كنا عارفين انه ما غيكونش سهل. الحمد لله استطعنا اننا نامبوزيو الريتم اللي بغينا حنا, وبالتالي فظهر على الفريق الخصم انه ما قدش يسير النسق ديال المقابله. الحمد لله فوز مهم اللي غادي يخلينا اننا نكملوا فلاكوز ديالنا باش نوصلوا للمبتغى ديالنا ان شاء الله. صراحة غنستعدوا بحال اللي استعدينا لهذا الماتش. حنا عندنا جميع المقابلات بحال الهدف هو اننا ندخلوا نعطيو واحد الوجه مشرف للنادي, للنتيجة اللي خصنا ضروري اننا نحققوا نتيجة ايجابية. ودونك ان شاء الله كنظن انه غادي يكون غتكون واحد المقابلة اللي شيقة وممتعة, وان شاء الله نحققوا فيها انتصار ان شاء الله. شكرا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.